خلينا نعرف رأي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف التعليم. أستاذ رفعت مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. خليني قبل ما ناقشك أستاذ رفعت أقول للسادة المشاهدين أنه النهاردة وبالصدفة جريدة الوول ستريت العنوان الرئيسي بتاعها بيقول إيه؟ بيقول أن المدارس الأمريكية للسيطرة على الأمراض أصدرت توجيهات بإعادة فتح المدارس. يعني ده بالصدفة الصحف العالمية النهاردة، ده كان الجريدة وول ستريت. أستاذ رفعت، إيه رأي حضرتك في مسألة إن المسألة أصبحت مطروحة لأولياء الأمور، اللي عايز يودي ولاده يوديه واللي عايز يكمل أونلاين يكمل؟ لا، هناك حضرتك فرق ما بين حاجتين اتنين، وأنت حضرتك أشرتي ليهم. نعم. وهي الامتحانات، ودي لابد أن تكون حضورية، وإحنا عندنا دلوقتي أنا بتكلم على استكمال الدراسة بالضبط. مش الامتحانات بس. نعم. إحنا عندنا امتحان الفصل الدراسي الأول مؤجلة حتى الآن. أيوة. وكان محدد لها أنها تبدأ بعد يوم 20 فبراير. نعم. وتستكمل يمكن تاخد لحوالي نصف مارس إلى أن تنتهي، ثم يبدأ العام الدراسي حضوريا بعد ذلك للفصل الدراسي الثاني. نعم. وهناك فرق آخر بين بقى الحضور لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، وده اللي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير التربية والتعليم، أن نترك حرية الاختيار في عملية الحضور أو عدم الحضور لولي الأمر وللطالب، ويتم التواصل معه إلكترونيا إذا أردت. لكن هرجع بس لنقطة التأجيل الدراسة أو لتأجيل الامتحانات لأسبوع آخر بعد يوم 27، وده اللي اتخذته اللجنة العليا لإدارة الأزمات. نعم. برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي ووزير الصحة وكذا. أي. حضرتك، هذا القرار اتخذ اليوم على أساس أن احنا المؤشرات، وبقول المؤشرات وإحنا دولة من بين دول العالم التي تعاني من موضوع فيروس كورونا. نعم. يمكن اللي طال كل دول العالم 197 دولة، ما سابش دولة ولم يصيب. تمام. إذن تطورات الإصابة هي اللي بتحدد لكل دولة الحركة بتاعتها إزاي، سواء بالنسبة للتعليم أو غيره. فإحنا دلوقتي هذه اللجنة، القرار هنا حضرتك ليس بيد وزير التربية والتعليم وحده أو وزير التعليم، هذا قرار دولة. ومن هنا اللجنة العليا لإدارة الأزمات قررت إن إحنا نأجل الدراسة أو العودة عشان نعمل امتحانات مدة أسبوع لحد 27 فبراير. نعم. لعل وعسى إن نسبة الإصابة على المستوى القومي تكون أقل من ذلك أو تسمح بعقد هذه الامتحانات. نعم. إنما أنا عايز حضرتك أطرح أسوأ الاحتمالات. ماذا لا قدر الله زادت نسبة الإصابة عما هو متوقع، فتجتمع هذه اللجنة العليا لإدارة الأزمات مرة أخرى وتقرر الأصلح سواء لطلابنا في المدارس أو للقائمين على العمليات التعليمية، لأن الدولة همها الأساسي هو صحة المواطن وصحة أبنائنا، وبالتالي ممكن تمتد فترة الأجازة أو تتخذ قرار آخر يتناسب مع طبيعة تطورات الإصابة على المستوى القومي. ده نعم. بالنسبة للامتحانات. إنما ماذا لو بعد الامتحانات وأجريت الامتحانات حضوريا مع الإجراءات الاحترازية الشديدة التي ستطبق سواء في التربية والتعليم أو في التعليم العالي، وانتهت هذه الامتحانات، طب عودة الدراسة هنا بكثافة بالنسبة للمدارس والجامعات هنا زي ما الرئيس أشار لوزير التربية والتعليم كنموذج، يترك الامر لولي الامر والطالب اللي خايف انه يروح المدرسه او اللي خايف من الاصابه كلام من ده، خلاص يقعد في البيت ويتواصل مع المدرسه او الكليه، بس بشرط ان تكون المدارس والكليات تجهز من نفسها دلوقتي تستطيع التواصل مع الطلاب وتقديم استاذ رفعت او العلميه على المواقع الالكترونيه المختلفه. استاذ رفعت إيه وزير التربيه والتعليم، استاذ رفعت سمعني. نعم. أستاذ رفعت سمعني. أي سمعك. وزير التربية والتعليم النهاردة ضم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للتاني. حضرتك ده طرح مؤقت حضرتك. أي. لأن دلوقتي أنا مش عارف إن امتحان الفصل الدراسي الأول المؤجل هيتم ولا لأ. إحنا مش عايزين لا نشعر
بحالة ارتباك على المستوى القومي على حسب تطورات الموقف يتخذ القرار الصحيح. ممكن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للشهادة الإعدادية يتخذ قرار مثلا تجزأ على مدى الأشهر المختلفة لحد قرب نهاية الفصل الدراسي الثاني، وممكن ضم الامتحانين الاثنين، وإن كان هذا الاتجاه بيعرض الكثيرين لأن هيبقى اللود على الطالب في هذه المرحلة كبير، إن أنا أعمل امتحان لفصلين دراسيين كل فصل له مواد مختلفة. طبعا طبعا هيبقى دلوقتي دي مبنية على بعضها، هيبقى المنهج كبير متفصلة. أيوه. طيب إيه حضرتك شايف قرارات وزير التربية والتعليم مطمئنة واضحة بالنسبة لأولياء الأمور والأهالي؟ واضحة تماما، وهي حضرتك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا لإدارة الأزمات. نعم. يعني هنا مش قرار وزير التربية والتعليم ولا قرار وزير التعليم العالي، لأن هنا حضرتك لابد أن تكون هناك رؤية واحدة شاملة متفق عليها من الدولة كلها، لأن في حالة الإصابة دي لابد تكون معايا وزارة الصحة، لابد يكون معايا الحكومة كلها، لابد كله يكون متكاتف مع بعضه عشان نواجه هذه المشكلة التي يعاني منها العالم كله. احنا بنعمل ما نستطيع أن نفعله بالنسبة لي دولة كدولة، لكن على حسب تطورات الموقف يتخذ القرار السليم. أستاذ رفعت، هل ممكن في عناوين 1 2 3 4 حضرتك تحدد لأولياء الأمور وزير التعليم قال إيه النهاردة؟ لأنه أولا وزير التربية والتعليم حدد الموعد، الامتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة هتبدأ بعد يوم 27 فبراير. تمام. نمرة 2، في حالة عودة الدراسة من الممكن الطالب يحضر أو ما يحضرش، ولن يحتسب له غياب لأن الظروف الحالية تمنع أن أنا أعمل له غياب، لكن ممكن أن يتواصل مع المدرسة إلكترونية. نمرة 3، من الوارد مرة أخرى أن تمتد فترة الأجازة أو تمتد فترة التوقف عن الدراسة نظرا لتطورات الحالة الصحية بالنسبة للإصابة أو انتشار الفيروس. طيب سؤالي لحضرتك الأخير، الطلاب لحد سنة رابعة ابتدائي ما لهمش امتحانات مش كده برضو؟ نعم. التقييم سنة ثالثة. التقييم هيكون ازاي؟ التقييم لابد أي امتحانات حضرتك بالنسبة للسنوات النقل بالنسبة للابتدائي فممكن يقيم نشاط الطالب في المدرسة. تمام. لكن بالنسبة للشهادة الإعدادية لابد أن يكون حضوريا، لأن دي مرتبطة بدرجاتها تتحدد على أساس دخوله إما الثانوي العام أو التعليم الفني. بالنسبة لسنة أولى وثانية ثانوي دول مدربين أوريدي على الامتحانات الإلكترونية لأن معاهم التابلت، وأيضا كمان بالنسبة لسنة ثالثة ثانوي لأول مرة في تاريخ مصر هتتم السنة دي امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا وليس ورقيا كما كانت في مقرر. لأول مرة في تاريخ مصر، والقرار بالضبط. الخاص بامتحانات الثانوية العامة ده لا رجعة فيه، بمعنى لا رجعة فيه، إنه ده مش احتمال أو سيناريوهات لا وارد. لا خالص ده قول فاصل على هذا الأساس، وبيتم تدريب الطلاب على هذا الامتحان، وهيبقى داخل اللجنة الواحدة حضرتك أكثر من امتحان وليس امتحان واحد هيجي على التابلت بالنسبة للطالب، وبالتالي الطالب مش هيعرف يغش من اللي جنبه لأن الامتحان بتاعه مختلف تماما. تمام. عن الامتحانات اللي جات على الطلبة اللي جنبه داخل اللجنة الواحدة. أيوه تمام. لأول مرة في تاريخ مصر امتحانات الثانوية العامة هتكون إلكتروني مش كده؟ لا، واضيف لحضرتك معلومة أخرى. ها. ولأول مرة الطالب قبل ما يؤمن على الكرسي اللي هو بيمتحن عليه هيعرف نتيجة، هتظهر النتيجة بتاعته على شاشة التابلت لأنه هو أرسل الإجابة، تم التصحيح الإلكتروني، هتظهر النتيجة قدامه ليقرر بعدها بعد ما يخلص الامتحانات تماما. نعم. هل ممكن يحسن في بعض المواد ولا لا؟ أي بيخش امتحان أغسطس إذا جهز درجات أكتر في بعض المواد من اللي جابها كان بيها ما كانش تحسب له أعلى درجات. تمام. بشكرك أستاذ رفعت، بشكرك فندم، شكرا جزيلا أستاذ رفعت فياض ده بالنسبة للتعليم، وأتمنى نكون وضحنا لحضراتكم كل المحاور وكل اللي اتقال النهاردة.